والآن تستطيعن الذهاب. لما يتصرفنا هكذا؟ من أجل الامتحان. علينا أن نستعد جيداً لامتحان الترقية غداً. شهيتي مفتوحة بسبب الامتحان. سأذهب لآكل وأنام. أنا جائعة. علينا إحضار الأوراق أيضاً. نعم، لنحضر بعضاً منها لها أيضاً. هل الجميع هنا سيحصلون على الأوراق؟ لابد من ذلك. ولكن هناك عدد كبير جدا. أعلم. هذا كل ما لدينا. ماذا؟ عودوا إلى ما فيكم. أرجوك ساعدنا، نحتاج للورق من أجل اختبار الترقية. أعطيت للتو كل الكمية. هناك نقص في الورق في كل مكان، إنه ثمين كالذهب. ابحثنا عن بديل. ماذا سنفعل؟ لا يمكننا تقديم الامتحان بدون المواد. لنجرب محل الخياطة. محل الخياطة؟ في محل الخياطة بعض المواد المتبقية من صنع الملابس. سنقع في مشكلة إن أعطينا حريراً كهذا، خاصة أننا نعاني من نقص في الحرير. أريد قطعة صغيرة تكفي لك لينا. سنعطيها هدية. لا تخجلي، خذيها. أنا آسفة، لقد أعطينا الحرير الإضافي الذي نملكه للذين جاءوا من قبل. قطع متبقية من صنع الثياب. من الصعب الحصول حتى على القطع الصغيرة. فهمت. أنا آسفة، لا أستطيع المساعدة. ليست غلطتك. إذن علينا أن نفكر في شيء آخر. استخدمي هذا من أجل امتحان الترقية. ما هذا سيدتي؟ شمع العسل. شمع العسل؟ إنه ثمين. أتمنى ألا تكوني قد نسيت كيفية صنع زهور الطاولة من شمع العسل. ولكن أعطيتك المادة، عليك فقط إثبات موهبتك. يونسانغ، أعطني الفجل، سأحمله عنك، سأساعدك. شكراً. هذا لطف منك. أين الآنسة جونغوم؟ إنها تبحث عن بعض المواد. بعض المواد؟ علينا أن نحصل على الحرير أو الورق لأجل امتحان الترقية، ولم نحصل عليه بعد. إذن تقولين الآنسة جونغوم بحاجة ماسة للورق أو الحرير، ها؟ ماذا عنك؟ ها؟ سيدي، عليك مساعدتها. بالطبع، أخبريها ألا تقلق. عفواً. هذه مشكلة. لماذا؟ استخدمت كل حصتي من الحرير والورق، لن يعطوني المزيد من الحرير والورق. كيف أجلب المزيد؟ إذن لماذا قلت إنك تستطيع؟ سيدي، إلى أين تذهب؟ هناك نقص في الحرير والورق في كل مكان. لم أستطع الحصول على أي شيء. لا أطلب الحرير الثمين. لا يجب أن تكون هذه مشكلة بالنسبة لك. من الصعب الحصول على الورق حتى بسبب النقص العام. هذا غير منطقي. إذن أنت ترفض الطلب، ها؟ قل لي لماذا تريده. لأمر يخصني. إذن لا أستطيع المساعدة. أتقوم بذلك لأجلي جونغوم؟ إنها تريده من أجل امتحان الترقية. أنا آسف، لا يمكنني سحب ورق من أجل موضوع خاص. ماذا؟ إذن هذا هو رأيك بجونغوم؟ جونغوم لا ترغب بهذا النوع من المساعدة. وكيف تعرف بماذا تفكر جونغوم؟
يا لسخافتي، أتأمل مساعدة الوظيفة هان. علي أن أهتم بالأمر بنفسي، لكن ماذا أفعل؟ رائحته رائعة. هذا هو، هذا هو. هيا استيقظي تشانغ. أشعر بالمرض، أنا منتفخة. أنت دائما منتفخة، هل أحضرت المواد؟ بالطبع، ذهبت لإحضار بعضها في المساء وأحضرت لك القليل منها. حقا؟ ماذا حدث معك؟ لم أستطع الحصول على شيء، لكن أعتقد أن بإمكاني حل المشكلة. تشانغ قالت بأنها أحضرت المواد لنا أيضا. حقا؟ بالطبع. خذي. لقد جعلت العجينة تنتفخ من أجل أزهار الطاولة. هذا شراب الطحين والأرز. ذلك خبز زهور الطاولة. إن زهور الطاولة التي أرادتها الوصيفة جانغ هي زهور الطاولة لأجل المأدبة، زهور من الورق أو الحرير. هل أنت جادة؟ إنها من السيد سورو جانغ. السيد سورو جانغ؟ هل طلبت من السيد سورو جانغ؟ أنا... دعيني أرى، إنه قليل جدا، لا يمكن عمل الكثير بهذا. إنه عمل لطيف منه. حسنا، إنه يحاول مساعدة جونغوم دائما. أنا أغبطك. ماذا؟ لا يمكنني استخدام القماش. ماذا نفعل؟ ما العمل الآن؟ لقد فكرت بشيء ما يمكنكما استخدامه. حقا؟ يمكنك استخدامه. أنا لا أجيد استخدام الإبر. وماذا عنك؟ أنا سوف أستخدم الفجل. فجل؟ نعم، أنت ماهرة جدا في قطع الأشياء بأشكال مختلفة. فكرة جيدة. حقا؟ إن كان الأمر كذلك شكرا لك. الآن سنتفقد موادكم. هل هذا ما فكرت به؟ أحضرتها لأنك لم تحصلي على غيرها؟ لا، هناك شيء أريد أن أجربه. ماذا لديك هنا؟ وأنت ماذا لديك؟ لقد رققت شمع النحل ليصبح سهلاً. بعضكن أحضرن المواد الصحيحة وبعضكن لا، لكن موهبتكن قد تحول أسوأ المواد المستخدمة إلى أفضل زهور طاولة، لذلك بذلن كل الجهد. والآن يبدأ الامتحان. أعتقد أن المعلومات حول بحثنا عن المستدفى والمجمدة قد تسربت. لقد أغلق الجميع أبوابهم ولا يتعاونون مع التحقيق، وجميعهم من الوزراء والمسؤولين المحترمين. لنغير خطتنا ولنبحث عن شخص يعرف الكثير عن بناء وزراعة المستدفئات. هذا هو الحل. حاضر. حان الوقت الآن، قمنا بالتغليف. ليتوقف الجميع الآن، سوف نبدأ بالمراجعة. التالية. طرست كل الأوراق.
تطريز في هذا الوقت القصير؟ مما صنعت هذا؟ من الفجل. فجل؟ لم أستطع الحصول على المواد، لذا قطعت الفجل لصنع زهور الطاولة منه. عمل متقن من الفجل. وانظرنا إلى الألوان. أين زهور الطاولة التي صنعتها؟ لماذا أحضرت هذه؟ كل زهور الطاولة التي رأيتها في القصر مصنوعة من الورق والحرير، لكن طبقاً جانبياً من القليل من صلصة الصويا يمكن أن يكون مذاقه بجودة أعظم طبق عندما ترافقه رائحة رائعة. زهور الطاولة جميلة، لكنها تقل عن الزهور الطبيعية في مجال الرائحة، لذلك من الأفضل وضع زهور طبيعية على الطاولة. لماذا حضرت طاولة كاملة؟ هذه الأطباق حضرت دون أي توابل، أرجوكن جربنها مع رائحة الزهور، تفضلن. لا حاجة لذلك، كان الموضوع زهور الطاولة، وهذا ما صنعت عليه العلامات. أنت محقة، لكن الهدف من زهور الطاولة هو جعل الطعام يبدو أفضل، فلا ضرر من التجربة. إنه أرز عادي، لكن طعمه طيب جداً. هذا بسبب رائحة الزهور. من المؤكد أن جون غوم ستحصل على أعلى الدرجات. نعم، إنها موهوبة جداً. جون غوم، لقد أنجزت عملك بشكل جيد دون مساعدة أحد. بالنسبة للنتائج سوف تعلن غدا يا فتيات. لماذا التأخير حتى الغد؟ لنقم بذلك الآن. أعتقد أنك سترسبين بامتحان الطرقية. لن أرسب. سأذهب وأنام قليلا. تنامين؟ انتهى الامتحان والآن أستطيع النوم. من قالت شيئاً عن النوم؟ يبحثون عنك في سون جوين. أنا؟ حسناً، إذن سوف نذهب معك. تشانغ ويون سانغ، عليكما البقاء هنا، علينا أن ننظف كل الفجل. ماذا الفجل؟ هل لديكما ما تقولانه؟ لا أبداً. سأعود لمساعدتكما. حسناً، لا تتأخري. حضرت لك البقالة التي طلبتها. شكرا لك. خذي. الكيس صغير. لا يوجد إلا هذه الكمية، يجب أن تكوني راضية حتى لا تواجه المشاكل. متى ستنظفني كل الفجل وأنتما هكذا؟ يجب علي الذهاب بنفسي. أبي؟ قلبه ينبض بقوة طوال اليوم، يتجول كالمجنون بسبب الأرق، وقد استيقظنا نحن أيضاً. يقول بأنه يشعر بالحر، لذا نزعنا الغطاء، ثم قال بأنه يشعر بالبرد، وعندما غطيناه تعرق. ماذا قال الطبيب؟ قال بأن هذا كله في عقله، وأن عليه أن يرتاح. القول أسهل من الفعل، والأمر يستمر، ليس هو من يعاني فقط، بل جميع من حوله أيضاً.
سأرسل لك طبيب البلاط. هل ستفعلين ذلك؟ شكرا جزيلا لك. سيدتي، أنا جونغوم، لقد جئت من القصر. كيف حالك سيدتي؟ أنا بخير. أرجوك استريحي، تبدين متعبة. لا تقلقي علي جونغوم، لقد تعودت على ذلك. هذا لا شيء، يبدو سعالك سيئا. هذه ليست كل القصة، لا يمكنها أن تتكلم جيدا ولا يمكنها هضم أي طعام، لم تأكل شيئا منذ عدة أيام. كيف ساء الأمر هكذا؟ والدواء؟ لا يوجد دواء لهذا المرض، الجميع يقول إنه في العقل. أتمنى أن تأكل على الأقل. توقفي. وهل لديك بعض الجذور المتبقية بالمصادفة؟ إنها لا تأكلها، ربما لدينا القليل. سأذهب وألقي نظرة علني أجد شيئا. عليك أن تجرب القليل. لكني أستمر بالتقيؤ. حتى إن فعلتِ سيتبقى شيء منه وتستفيدين. فهمت ذلك. عليك أن تجبري نفسك على الأكل، فهو سيعطيك بعض الطاقة. سأحاول القيام بذلك. شكرا لك جونغوم. وجدت بعضها هنا، ها هي. هذا يكفي، سأذهب لغليها في هذا الوقت، ساعديها على الأكل. بالطبع. يمكنهم وضع كل هذا العبء على شخص كان لديه امتحان اليوم. أين جونغوم؟ أين هي جونغوم؟ أنا أعرف أين. أنت اهدئي، هل عليك الاستمرار بعمل ذلك؟ أين ذهبت؟ كان يجب أن تعود الآن. شكرا لك على وقتك. إذا قل لي كيف حال والدي الآن؟ آسف أن أقول إنني لم أرى مرضا كمرضه من قبل. ماذا تقصد؟ هذا، هيا قل ما لديك، هل يمكنك معالجته أم لا؟ انتهينا. هذا عصير الإيجاص ممزوج مع مستخلص الجذور. شكرا لك. عليك أن تتناوليه يا سيدتي. طبعا. لقد تجاوزت وقت حظر التجول. أسمع صوت الأجراس، كيف ستعودين جونغوم؟ سأعود في الصباح، إن ركضت يمكنني العودة في الوقت المناسب. لقد أخرتك كثيرا. لا تقلقي أبدا.
ماذا تفعلين؟ ألا تريدين النوم؟ لم تعد جنغون بعد، وقد أتى وقت حظر التجول. لا تخافي، ولكن ماذا إن علقت في المجمدة كالمرة الماضية؟ ما هذا الكلام؟ هذا غير معقول أبداً. ما هذا الضجيج هنا؟ هل كانت تسعل كثيراً؟ إنها تشعر بضيق تنفس، وتشعر بالعطش أيضاً، وتشعر بالبرد ثم بحرارة عالية. لا يمكنني أن أغطيها، ولا يمكنني تركها هكذا أيضاً دون غطاء. لماذا تكتبين ذلك؟ أريد أن أسأل أحداً في العيادة الملكية عن هذا، ربما أستطيع إحضار أخبار جيدة في المرة القادمة. أخرجنا جميعاً؟ لما هذا الضجيج؟ ماذا تفعلن؟ أنا أسأل، لما هذا الضجيج في هذه الساعة المتأخرة؟ ماذا أفعل؟ يبدو أن واحدة منكن ليست هنا. جانغوم ليست هنا سيدتي. لا تقول شيئا عندما تكون في الصف، لكنها في الطليعة عند الوشاية. أنت أين جانغوم؟ لم أرى جانغوم منذ أن ذهبت للمخزن للقيام بمهمة. ماذا قلتي؟ هذا خطير. جانغوم، أين أنت الآن؟ أين؟